يلا السلام عليكم خوتي خواتاتي متتبعين قناة أراضي وعقارات عبدو. جينا اليوم لقبيلة بوصوابر. قبيلة بوصوابر كتبعد على مدينة الخميسات حوالي 8 ديال الكيلومتر. باش نشارك معكم اليوم قطعة أرضية للبيع. قطعة أرضية يا المتتبعين ديالنا هي هذه، المساحة ديالها 14 هكتار. أرض يا المتتبعين نوع التربة ديالها بياضي، هو أمامكم راها مزروعة بالشعير على هذا الشكل. قلنا كتبعد على مدينة الخميسات بحوالي 8 ديال الكيلومتر، وعلى القدرون الطريق الرئيسية اللي كدي المكناس وكدي الوادبات. شوفوا معايا تبارك الله الأرض كتبعد على القدرون بحوالي 500 متر لا غير. غادي نزيد شوية شارك معكم هاد الأرض. هادي قلنا 14 هكتار تيتر فونسي وطا ومحروته كامله الشعير. والثمن يا المتتبعين غادي نقول لكم الثمن، هو اخر ثمن هو 20 مليون للهكتار. بلا شك راه كيبان لكم طريق القدرون، كيبان لكم الحديد والطريق اللي كدي خميسات على بعد 8 ديال الكيلومتر، وكدي الوادبهت وكدي المكناس. ارض ديال المتتبعين على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا من ناحيه الوطا، ها هي امامكم. والثمن راه قلت لكم 22 مليون اخر ثمن، وهي امامكم كما كتشوفوا غادا هابطه حتى عند هذاك الزيتون. ومن مور الزيتون كاينه الطريق الرئيسيه اللي قلت لكم عليها. شوفوا معايا تبارك الله الوطاق، زيد شويه باش تشوفوا معايا الارض كامله، ها هي على هذا الشكل. خمسمائة متر على القدرون لا غير. ها هي الأرض المتتبعين كي دايره تبارك الله. شوفوا معايا من ناحية الوطا 140 ألف متر مربع، 22 مليون للهكتار، والماء راه موجود. وخير دليل راه تصفية ديال المياه راه هي امامكم. والارض فيها الطول وفيها العرض على هذا الشكل هذا. شوفوا تبارك الله الوطا كي داير، نوع تربة قلنا بياضي، 22 مليون للهكتار، وثمن راه جد مناسب في حق هاد البلاد. وانتم اللي بغا هاد الارض هادي ما عليه غير يتصل على قناة اراضي وعقارات عبدو، وغادي يلقى الرقم اسفل الشاشة. يلا يا المتتبعين ديالنا، كما صورنا لكم البلاد ديال 14 الهكتار، البورنية ديال المحافظة هي هادي. هي الأرض ديالنا راه غادا خارجة حتى القدرون، عندها جوج ديال الطرقان، بيست ديال 600 متر وعندها بيست ديال 200 متر. أجيو معايا تشوف، هذا هو الحد اللي كنمشيو فيه دابا. البلاد راه هي هادي، هاهي راه محروسة في الشعير على هذا الشكل.
وريهم البلاد كي دايره. الماكينه والتراكتور الماء ديال التصفيه ها هو امامكم، الماء دلونيب اللي كيفرق على جميع الدواوير راه هو امامكم على بعد امتار كما كتشوفوا من هنا. ونحطكم علما يا المتتبعين، الماء موجود في هذه القبيله ديال بوصوابر ما كيتعداش 15 متر الا حفرتي بالبير، والا حفرتي بالصندا الماء غادي يطيح في العين. الماء موجود بوفره. ونزيدكم الارض ديالنا راه فيها ركايز ديال الضوء طروافيل، حتى اللي بغى يدير شي مشروع راه الظروف مناسبه. اجيو تشوفوا معايا البلاد، ها هي راه مزروعه كما قلنا الشاعر. وبلا شك راه كيبان لكم الحديد كيدوز من امامها تقريبا من حدا داك الزيتون. وريهم لها محمد، وريهم البلاد، شوفوا البلاد كي دايره راه كلها مزروعه بالشعير. حنا نقربوا لكم شويه الكودرون باش تشوفوه معنا وتشوفوا الطريق. الأرض كي الطول كي العرض، صالحة لأغراس الزيتون وكذلك الخروب وكذلك اللي بغى يدير مشروع ديال الداليا، راه الظروف مناسبة. شوفوا معايا تبارك الله من ناحية لوطا الكودرون، راه الحديد كيبان لكم كيمر. غنزيدو نقربو لكم شوية باش تشوفوا معنا على بعد 300 أو 200 متر. ها هي الأرض ديال المتتبعين كي دايره. كاينين هنا السكان المجاورين، ها هما أمامكم، حتى هما راه حارتين البلاد ديالهم. وها الأرض على هاد الشكل، ها هي أمامكم كاملة مزروعة بالشعير. والقدرون راه هو كيبان لكم الحديد كيمر من امام الضيعه على بعد 300 متر حسب التقدير ديالي. وعندو ممر خاص في الاوراق، كل شيء في الاوراق، راه قلنا كل شيء تيتر فونسي. وانتم يا المتتبعين اللي بغى هاد الارض ما عليه غير يتصل على قناة أراضي وعقارات عبدو. الحديد كيبان لكم